قانون تبادل المعلومات التقنية. التعريف بالقانون. أيها الأصدقاء والصديقات الأعزاء، عشاق ومحبي مجموعة تبادل المعلومات التقنية على واتساب، يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، أحبائنا الكرام المنضمين إلى هذا الصرح العظيم الذي يخدمكم دون كلل أو ملل. القانون هو عبارة عن نظام ينظم العلاقات بين الأعضاء، يصيرون على منواله ويرجعون إليه عند الاختلاف. قانون المجموعة. الباب الأول. أهداف المجموعة. الفصل الأول. أولاً، نشر كل ما هو مفيد في مجال التقنية. ثانياً، التعامل مع المبتدئين من المكفوفين وضعاف البصر وكذلك المبصرين. ثالثاً، نشر البرامج والشروحات التي لها علاقة بالمعلوميات الخاصة بالحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى جميعها دون استثناء. الباب الثاني. أساسيات الصرح. الفصل الثاني. الاحترام يتمثل في قبول رأي الآخر مع تصحيح الأخطاء بالتي هي أحسن. انطلاقا من هذا، يجب احترام هذا القانون الذي وضعته إدارة المجموعة جملة وتفصيلة. الفصل الثالث. شروط الانضمام. 1. يشترط على كل راغب في الانخراط في المجموعة أن يقرأ هذا القانون كاملا وأن يستفسر في حالة عدم فهم أي بند من بنوده أو فقرة من فقراته. 2. عدم نشر فيديوهات أو صور أو روابط لا تهتم بالتقنية. 3. عندما يوجه أحد المشرفين مخالفة أو تنبيه لعضو ما، يمنع على ذلك العضو معارضته أو التوضيح على المجموعة. 4. يشترط على كل المنخرطين أن يذكروا بنوع النظام المستخدم كلما طرح سؤالا أو طلب مساعدة. لذلك فإن كل من لم يذكر نوع الجهاز والنظام يحرم من التوصل بالإجابة. 5. لا يحق لأحد أخذ أرقام الأعضاء والتحدث معهم في الخاص بدون استئذانهم في المجموعة، لأن ذلك يعتبر من قلة الاحترام للأعضاء وكذلك اقتحاما للخصوصيات. لا يستثنى أحد من هذا الشرط، سواء المشرفين أو الأعضاء المستفيدين. الفصل الرابع. يمنع الشكر بكل أشكاله حتى لا نزعج الأعضاء بما لا يفيد. الفصل الخامس. لا تتحمل إدارة المجموعة مسؤولية الروابط والبرامج والتطبيقات الضارة، لكن عندما تتحقق الإدارة أن مرسل هذه الروابط أو البرامج أو التطبيقات قام بهذا الفعل من أجل ضرر الآخرين، سيتم استبعاده بالكلية. الفصل 6. طريقة الإجابة على الأسئلة. ينبغي أن تكون الإجابة شافية وكافية حتى يفهم سائل الجواب دون تكرار الملاحظات الضارة للآخرين. عقوبة مخالفة قوانين المجموعة. من يخالف قوانين هذه المجموعة سيعرض نفسه للحظر كليا من المجموعة مع كل الأسف الشديد. نرجو منكم الالتزام بالقوانين. شكرا على حسن تعاونكم وإصغائكم. في الختام، لا يسمح لأحد بمخالفة هذا القانون، سواء كان من الأطوار أو من المستفيدين. للمجموعة أن تعدل هذا القانون بعد الاستشارة الشاملة بين المنخرطين، وإن اقتضى الحال التصويت يتم التعديل بأغلبية الثلثين. تقبلوا تحيات طاقم تبادل المعلومات التقنية. للانضمام يمكنكم النقر على هذا الرابط http://chat.whatsapp.com/hbowxb354orin3kh1txl1b. سيتم قبول انضمامكم بمجرد إرسال دعوة الانضمام إلينا. هام جدا، لابد لكم من كتابة اسمكم الحقيقي على الملف الشخصي الخاص بكم في واتساب، حتى يسهل التعرف عليكم والتواصل معكم بشكل أفضل. نرجو الله عز وجل أن تستفيدوا من هذه المجموعة المتواضعة التي هي من أجلكم ولن